طلقت زوجتي بالقول في رمضان، وعندما جاء المأذون قال لي لا نوثق الطلاق في رمضان لعلك تغير رأيك، فما حكم علاقتي مع زوجتي؟ هل نحن مطلقون أم لا؟ أنا ما أعرفش. على أتوبيس كام يودي فين؟ أنا ما أعرفش والله. خد أي أتوبيس توديك أي حد. لأنه الله، طلقت ولا ما طلقتش، واتحسبت ولا ما اتحسبتش، نويت ولا ما نويتش، قلت ايه عدت ايه، كنت واعي ولا مالك ولا ما انتش مالك، تحقيق. فكل ده الاول نسأل المفتي اللي هيفتينا، وبناء عليه هنشوف اتحسبت ولا لأ.